نجم النور على راديو النور. المسابقة الإبداعية المنبثقة على برنامج ملتقى المبدعين لراديو النور. توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. البرنامج الذي يأتيكم كل أحد عند التاسعة ليلا ينتقي، يصطاد، يقتنس العصافير المتميزة. عالم جميل، رسالة لها تأتي. هادئة، متميزة، رائعة، مبدعة، تبدع، تقنع وتتميز في صمت كبير. فراشة بكل فخر، بالورد بالندى التقيت، فيا زيان كل زين، بك يزين، بك يزين. إنها الرائعة المتميزة ابن مستغان مسك الغنائم إيمان بن لمنور. رأينا عندك اقتدارا، فكوني مثل ما رأيت، ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعت. سنقتدي بما صنعت إيمان باللمنور من مواليد 93 900 و1000 بمسك الغنائم، ودرست وأبدعت، وهي الآن تتميز بقلمها، بنبضها، بكلماتها الموحية وعباراتها الرائعة وتسييرها الأروع. مهارة بها التقيت، فلتحلمي. نحلة النور متواجدة في كل مكان، أينما حللت وارتحلت تجد إيمان متميزة بجد وحزم ورأي متميز. سينتهي. إبداعها ميزها وجعلها دائما نجمة للنور، حيث اخترتموها مرارا وتكرارا، لا لشيء إلا لأنها مصرة على أن تكون. دون ما أي إطالة سأترككم مع إبداع المتميزة الرائعة إيمان، ومن أراد منكم أن يكون كذلك ما عليه سوى إطلاق العنان للإبداع والإقناع والتميز. توازن الحياة، رقيها، وجود عالم جميل، رسالة لها تأتي. فراشة بكل فخر، بالورد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين، بك يزين. فراشة بكل فخر، بالورد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين. تجارب الحياة دروس وعبر، فمن هذه الدروس نحن ننضج ونكبر، نكتشف خبايا الزمن والبشر، مواقف لم نتوقع أنفسنا بها يوما أن نمر، ممرات وأروقة من هذا العمر ما توقعنا أننا إياها سنعبر. مع أني كنت أظن أنني أنا من أقرر، لأني أعرف الصواب من الخطأ المضر، وبعد زمن وجلسة مع نفسي وتدبر، اكتشفت أني كم من موقف، كم من فعل، كم من تصرف لم أكن به أجدر، فهو خاطئ لا يليق ببشر.
نعم، لا يليق ببشر، أو بعبارة أخرى لا يليق بإنسان ولد وتربى وعاش ولا زال يرغب أن يبقى ماشيا إلى جانب الجدار. فهو في غنى عن النزاعات، في غنى عن مواقف الاحتقار. اكتشفت أني لست صاحبة القرار، بل هي مكاتيب وأقدار. أما بنو البشر أنواع وأصناف وأشكال، نصادفهم يوميا وبمختلف المواقف والأعمال. منهم من أحببناه وقابل بالتقصير، ومنهم من أحبنا في صمت مرير دون التصريح. لا أدري ما التبرير. منهم من تبادلنا معهم المحبة لفترات معينة جمعتنا فيها الأيام، وبزوالها غادروا وبقيت ذكريات تذكرنا بوجودهم، منها أفعال ومنها كلام. ومنهم من جعلونا نحبهم ونتعلق بهم قاصدين ذلك، لكن بمجرد تعودنا عليهم يغادرون، وكأنهم لم يأتوا في يوم من الأيام. لكن هناك بشر جعلونا نحبهم في فترات وجيزات، ورغم بعد المسافات، رغم كل الفروقات، رغم اختلاف الأوطان والولايات، إلا أن حبنا فاق كل التخيلات. لذا فلست أنا من أقرر بحياتي مدة صلاحية البشر، فهي لا تقاس بالمسافات ولا بالمعابر ولا بتزويق الكلمات وزخرفة الأشعار والخواطر ولا بكثرة اللقاءات وتزييف المشاعر، وإنما بصدق المواقف تحدد المكاسب من البشائر، إن كانت مكاسبا أو خسائر.